مجددا نلتقي عبر برنامج يوم جديد لتسليط الضوء على الإبداعات الشبابية الريادية، الفن التشكيلي، المشاريع الريادية، الإبداع من خلال جمعية الأصايل للإبداع، هذه الجمعية التي أخذت على عاتقها بدعم الطاقات الشبابية والإبداعية في محافظة المفرق. للمزيد أكثر يسرنا أن نكون معنا هذا الصباح منتصر عبيدات رئيس الجمعية. الصباح يعطيك العافية. يسعد صباحك دكتور، ومنصبح على الوطن وقائد الوطن، ومن خلالكم أيضا نترحم على شهداء الواجب، شهداء الوطن، الله يرحمهم جميعا ويصبر أهاليهم. سيدي، احنا في جمعية الأصايل كما تفضلت يعني أخذت على عاتقها نشر خصوصا الأمور التراثية في منطقة محافظة المفرق أو في الأردن كامل. وطبعا احنا الآن عملنا مجموعة دورات يعني من خلالها قدرنا نرجع للتراث، مثل الفخار، في عنا النحت على الحجر بأدوات بسيطة في متناول الجميع. وبتعرف هسه فصل الشتوي كمان، يعني كمان عرجنا على موضوع دورة الصوف والقطع الصوفية. نتحدث منتصر عن أهمية هاي الطاقات، الفرص التشغيلية، تعملوا برامج تسويقية، معارض مثلا لعرض هاي الإبداعات بعد ما يتدربوا الشباب والفتيات على هاي البرامج اللي تحدثت عنها. صحيح دكتور، يعني من خلال الدورات اللي انتهت مجموعة الفتيات اللي أنهوا الدورة شاركوا بيمكن أكثر من 6 أو 7 معارض داخل المحافظة وخارجها بعد انتهائهم من الدورة مباشرة، وكان يعني شغل جميل يعني الانتباه الحمد لله. نتحدث عن البرامج الجديدة لجمعية الأصايل للإبداع. طبعا إن شاء الله راح نتابع مسيرتنا في موضوع البحث عن الموروث الثقافي والتراثي للمملكة الأردنية الهاشمية، وراح يكون في تعاون أيضا من خارج الأردن إن شاء الله معنا في هذا الموضوع في مركز أفق السلام الدولي، في الجمعية النرويجية للعدالة والسلام الدولي، إن شاء الله راح يكونوا معنا في العام القادم بإذن الله. منتصر عبيدات رئيس جمعية الأصايل للإبداع، يعطيكم العافية. شكرا دكتور، شكرا لك مرة ثانية. نلتقي الآن أيضا إلى بعض المستفيدات من هذه المشاريع الريادية، وهاي المشاريع أكيد يعني بتدرب وبتأهل. يعطيك العافية، نتعرف عليك. يسعد صباحكم، معكم نرمين كفوف من متطوعة في جمعية الأصايل للإبداع والفن التشكيلي. أخذنا بهاي الجمعية خلال هاي الفترة تدربنا على ورشات، أخذنا تدريبات معينة داخل الجمعية وخارجها بخصوص الفخار، تعلمنا الرسم والتشكيل وتنسيق الألوان والأقمشة مع بعض. هدفنا أنه نستذكر تراثنا القديم، تراث أبائنا وأجدادنا بطريقة مستحدثة بتجذب الناس لإلها، بتحثهم يعني بتشجعهم إنها تضل تشتغل هذا الإشي وتمشي فيه. يعطيك العافية. الله يعافيك. نلتقي أيضا أحد المستشفى، شو استفدتي من هاي الدورات اللي بتعقدها الجمعية؟ طبعا أنا المدربة ليانا عليمات، طبعا هاي الورشات الحرف اليدوية احنا اخذناها وابتكرنا انا وزميلاتي طبعا، وشاركنا كثير مؤتمرات زي ما حكى رئيس الجمعية. طبعا هاي الفخار نحن لما بنجي بناخذها انت بتقيد ان شو بدك تعمل فيها، يا اما انك تعمل فيها رسومات او تحدد او تلون فيها او حتى بنزين بالاكسسوارات، يعني بنحاول نعمل اعادة تدوير بالاشياء ونحيي التراث الشعب الاردني. طبعا نحن لما بدنا نعمل مثلا هاي الفخار بنيجي نعمل مثلا بحدد بناء على الرسمة، بجي ندهنها، طبعا الدهن ما بيغلبنا فيه كثير، رح يكون معنا زي هيك بنرسم الأشياء اللي أنا بحتاجها واللي بدي إياها. الله يعطيك، الله يعافيك قلبك حبيبي. نلتقي أيضا إلى أحد المستفيدات من هذه الجمعية والدورات اللي أخذتها، تعرف عليك؟ بقى من زبادي، أنا أحد متطوعات جمعية الأصايل، عملنا ورشة تدريبية على شو يعني التدريبية هنا مشاهد يعني الألبسة، كيف تدربتي، كيف تعلمتي؟ تعلمنا حياكة الصوف بما أنه إحنا فصل الشتوية فلازم نتعلم هيك شيء. كان هدف الورشة الأساسي هو نمكن المرأة اقتصاديا عشان تنزل على سوق العمل وتعتمد على حالها. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. نلتقل أيضا أحد المستفيدات أيضا من الجمعية، يعطيك العافية، تعرف عليك؟ شهد فيصل عيد. شو استفدتي من هاي الدورات اللي تعقدها الجمعية؟ كل الشكر لهم. نعم، شو استفدتي، كيف تدربتي هون، تعلمتي كيف، تعلمت الدورات التدريبية هون بالجمعية، شو قدموا لك الجمعية حتى استفدتي من هاي الدورات؟ طب خلينا نتحدث أيضا من أحد المستفيدين، كيف مثلا هاي الفتاة، كيف عملية التدريب على هاي الدورات اللي بتأخذها الطالبة؟ في إشراف من الأستاذ منتصر عبيدات والكل الشكر له، طبعا هو أمن لنا كمان المساحة والمكان والخامات اللي كانت بحاجة لها للعمل النحتي، وما شاء الله عليها يعني
وهي بتبرز موهبتها بهالموضوع هذا، يعني موضوع النحت. انت بتعمل دورات باستمرار؟ نعم. يعني للنحت، عمليه نعم النحت على الحجر. دورات نحت نعم، للشباب وللصبايا كمان نفس الشيء. الله يعطيكم، الله يعافيك. يعني كل هذه المشاريع ممكن زميلنا ادريس يعني يسلط الضوء على هذه المشاريع يعني الرياديه اللي بتقدمها الجمعيه، وهذا دليل واضح على حرص جمعيه الابداع في تاهيل وتدريب الشباب في محافظه المفرق على مثل هذه المشاريع الرياديه والانتاجيه، والتي ايضا من شانها ان تعود بالفائده على شباب الوطن على الأقل إيجاد لهم فرص تشغيلية، إقامة معارض، أشغال يدوية، هذه كلها الهدف منها هي تدريب وتأهيل الشباب في محافظة المفرق. نترككم لقطات مع الزميل إدريس انصيرات على الدورات التدريبية اللي تقوم بها جمعية الأصائل للإبداع في محافظة المفرق.